هل يجوز الخروج مع زوجتي بعد عقد القران؟ لان بعض الناس يمنعون يقوم بعد سنه او سنتين. إيه لانك تزوجها وتقول لها قاعد عندها لك، تزوجت اخذها بعد. يعني بعض الناس يعقد الملكه ثم العرس بعد سنتين. إيه ليش؟ انت اللي مقصر. المفروض ما تقبل بهذا الشرط. خلاص تبي زوجتك عندك، تبي تطلع معاها، تبي تروحون مع بعض، خلاص تزوج. لأن الناس ما يبون أيضا الناس يتكلمون، لأن الملكة عادة تكون محصورة بعدد اللي يحضرون، لكن جيرانهم ما يدرون أن الملكة، وهذا يمر ويأخذها يجي بالليل ينزلها عند بيت أهلها، يتكلمون عليها الناس. منو هذا اللي مر عليها؟ شفناها طالعة مع واحد بنتهم، لأن ما يدرون أنها متزوجة. لكن إذا تزوجها وأعلن الزواج وصار العرس وصار كذا، عند ذلك أهلها ما عندهم مشكلة، بالعكس يروحون يقول هذا زوج بنتنا وهذا كذا، وما في أي مشكلة، والجيران يدرون وانتهى الأمر. لكن مشكلة بعض الناس إنه يملك ويقعد سنتين أو أكثر أو أقل قريب من ذلك يعني، وعلى الملكة بعدين يقول ما خلوني أطلع معها. طيب أنت ليش ما تسوي العرس وتخلص؟ لا تؤخر، لا تؤخر. وإذا كانوا شارطين